Yes, Mustafa. Mustafa. He's coming. Hey, hey. Behind you. Leave it him. Call him George. You take. بسم الله الرحمن الرحيم. عمار تعادل امام رفاع الشرقي في اخر مباريات الوديه لناشئين نادي المنامه. الحمد لله. اول شيء قبل كل شيء بدينا المباراه ما كنا على اداء زين والحمد لله في الشوط الثاني المدرب اعطانا التكتيكات اللازمه اللي عشان نغير في المباراه. في الشوط الثاني مثل ما تشوف النص تغير لعبه شوي، المهاجمين بدينا نشوت اكثر اللي خلانا نسجل في الشوط الثاني جولين. في الشوط الاول كانوا غالبين 2-0. كابتن، وش الكلمه اللي تحدث لكم المدرب سينيشا في الشوط الثاني؟ خرج المنامه بصوره مغايره عن الشوط الاول. عادلي الكابتن كان يحفزنا. الشيء زين في الكابتن اللي ويانا انه شنو كان ما يحبطك، كله يحفزك ويعطيك التكتيكات اللازمه عشان تدش المباراه بثقه. اذا تشوف مدرب ثاني هيك يحبطك ما ترجع مباراه الشوط الثاني بدون مستوى كلش اخس من مباراه الشوط الاول. كابتن، غياب البطولات عن ناشئين المنامه طبعا افضل انجاز كانت لهم في الزمن القريب 2019 اللي وصل النصف النهائي، هذا جيل صعد من الاشبال، والاشبال السنه الماضيه زي ما نعرف فازوا ببطوله الكاس، هل من الممكن ان نشوف فوز ببطوله لناشئين المنامه الموسم هذا؟ ان شاء الله، مو بس البطوله بس والدوري بعد. باذن الله باذن الله. كابتن عمار يعطيك الف عافيه، مشكور، كل التوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد محمد تعادل في اخر مباريات التحضيريه لناشئين نادي المنامه. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تم تنظيم لنا مباراة تحضيرية من قبل نادي منامة قبل الدوري، وإن شاء الله نكون في أتم جاهزية عشان نواجه الأفرقة اللي بنواجههم في الدوري، وإن شاء الله في التوفيق لنا. وطبعا أجواء المباراة اليوم كان هو رفاع الشرقي كان منافس قوي، والحمد لله استفدنا منهم اللي بيقوينا عشان إحنا نواجه الأفرقة اللي بنلعب ضدهم الدوري إن شاء الله. كابتن، رغم الغيابات رغم يعني عدم وجود كثير من اللاعبين المميزين لنا ناشئين المنامة، لأن المنامة استطاع أن ما يخسر مباراة. إيه الحمد لله. طبعا في بعض اللاعبين ما تواجدوا، بس طبعا تكافئنا مع بعض، لعبنا مع بعض، طبعا إحنا نزل تمارين مع بعض فمتفاهمين، فالحمد لله ما هاي الجانب ما يأثر علينا الحمد لله. كابتن، هل كنت فخور بالأداء الفريق في الشوط الثاني؟ ترجعون في المباراة 2-2؟
الحمد لله طبعا الشوط الاول ما كنا في جو المباراه، الشوط الثاني رجعنا بسبب تعليمات المدرب وادى الى الحمد لله ردينا التعادل وكنا بعد نقدر نفوز، بس الحمد لله على كل حال. كابتن احمد محمد كل التوفيق في الموسم. Good evening, Hussein Nader. A draw against East Rifat. Were you pleased with your performance tonight? Hello, good evening. Not pleased, but kind of satisfied. We played a good second half. First half, a bit disappointing. Second half was overall good. Not great, but still good. We have a lot to improve. Like what you said, the second half performance showed a lot of character coming back in the game, even though it's a friendly, but you're playing against a team which probably will be there and thereabouts come the end of the season. Second half we showed a bit of character because we got a reality check and had some sense of responsibility. We were trailing 2-0 and that's a big score to be trailing against a very good team, but thank God in the second half we got 2 goals back and yes, it was overall good. Have you seen the draws, the group draws, and who are you most willing of facing in the group stage? Most team we're looking forward to play against. I don't think there's a team. We're just ready to play against any team. Any team who comes and faces us, they should be the one that want to face us. We are fine to face any.